أعزائي الطلبة، نبدأ اليوم تكملة الباب الثاني وهو درسنا تحليل المقادير التربيعية الثلاثية. من عند تحليل المقادير التربيعية الثلاثية نتبع الآتي: أول حاجة نتأكد من المقدار مرتب ترتيب تصاعدي أو تنازلي. الخطوة الثانية التأكد من المقدار لا يوجد به عام مشترك، وإن وجد العام المشترك هذا يجب إخراجه أولا. النقطة الثالثة إذا كانت إشارة الحد الأخير موجبة فالقوسين متشابهين في الإشارة، حيكون القوسين متشابهات في الإشارة وتكون الإشارة حسب إشارة الحد الأوسط. النقطة الرابعة إذا كانت إشارة الحد الأخير سالبة فالقوسين يأخذان إشارتين مختلفات وإشارة الحد الأوسط توضع للحد الأكبر في حالة معامل س تربيع يساوي 1. مثال حلل كل ما يأتي عندي هنا، قال لي ص تربيع زائد 12 ناقص 8. أول حاجة نشوف المقدار مرتب ترتيب تنازلي أو تصاعدي. هنا مرتب ص تربيع زائد 12 ناقص 8 ص، فالرتبة أولا حيث ص تربيع ناقص 8 ص زائد 12، الحالة رتبنا ثم نبدأ في التحليل. هنأخذ نجيل ص تربيع ص، هنحللها إلى عندي ص في ص أو ص في ص ص تربيع، وناخذ الحد الثالث اللي هو 12. عندي يا أما 2 في 6، 2 موجب 2 في موجب 6، أو سالب 2 في سالب 6، وهو نفس الناتج حيكون موجب 12. نجي للخطوة الأولى، هنا عندي هنا ص و2 وص و6. طبعا حاصل الضرب بتاع ص في 6 ب6 ص، وص في 2 ب2 ص. هنا الإشارة طبعا موجب وهنا موجب، حيعطيني الناتج موجب 8 ص. والمحاولة طبعا هذه المحاولة الأولى هي محاولة خاطئة لأنها ما سواش الحد الأوسط. المحاولة الثانية اللي هي ص في سالب 6 أو ص سالب 2. عندي أنا حاصل ص في سالب 6 في سالب 6 ص، وص في سالب 2 سالب 2 ص، حاصل جمعهم حيساوي سالب 8 ص، وهي المحاولة الصحيحة. طبعا قلنا احنا بعد كل حد الأخير إشارته موجبة، الحد الأخير إشارته موجبة، حيث القوسين فيهن يأخذن إشارة الحد الأوسط. إذن حيكون الناتج ص تربيع ناقص 8 ص زائد 12 اللي هي ص ناقص 2 وص سالب 6. نجي المثال الثاني، 2 ميم تربيع زائد ميم ناقص 3. نجي أول حاجة قلنا نرتب المقدار ترتيب تصاعدي أو تنازلي، فأنا مرتب اللي هو 2 ميم تربيع زائد ميم ناقص 3. بنفس الفكرة نجي هنا ل 2 ميم، طبعا حاصل الضربة اللي هو ميم في 2 ميم ب 2 ميم تربيع، وسالب 3 أنا يا أما 1 في سالب 3 أو سالب 1 في 3. عندي المحاولتين هنا، نشوف المحاولة الصح. بما أن إشارة الحد الأخير سالبة فقلنا هنا حيأخذ قوسين بإشارات مختلفة، وإشارة الحد الأكبر يأخذ والحد الأكبر يأخذ إشارة الأوسط. عندي هنا ميم وهنا 2 ميم، هذه المحاولة الأولى، ميم و2 ميم، واحد وسالب 3. حاصل ضرب الطرفين في وسطين هنا، ميم في سالب 3 في سالب 3 ميم، وميم في موجب 1 موجب 2 ميم. لازم حاصل جمعهم يعطيني الحد الأوسط اللي هو موجب ميم. هنا 2 ميم وسالب 3 ميم، حناخذ إشارة الأكبر ونطرح الأكبر من الأصغر، حيجد سالب 3 و2 ميم، سالب 3 ميم و2 ميم يعطيني سالب ميم، والمحاولة هذه طبعا حتكون محاولة خاطئة. نجي المحاولة الثانية اللي حناخذ سالب 1 وموجب 3. حاصل الضرب الطرفين هنا في الوسطين بتاعهم، ميم في موجب 3 بموجب 3 ميم، و2 في سالب 1 بسالب 2 ميم. حيكون الناتج عندي سالب 2 ميم وموجب 3 ميم، إشارة الأكبر اللي هو موجب 3 سالب 2 حيطلع فيها ميم، وهي الميم هذه هي الحد الأوسط موجب ميم. إذن حيكون الناتج أو تحليل 2 ميم تربيع زائد ميم ناقص 3 يساوي ميم ناقص 1 و2 ميم زائد 3. عندي هنا 2 ص، قلنا المثال الثاني 2 ص تربيع زائد 10 ص ناقص 12.
قلنا أول حاجة هل هو مرتب ترتيب تنازلي مرتب أو تصاعدي. الخطوة الثانية هنأخذ العام المشترك، قلنا خذينا عام المشترك اللي هو خذينا كعام المشترك اللي هو خذينا 2 وقسمنا كل حد على 2، 2 ص تربيع، طلعنا 2 عام مشترك فتحنا قوس، 2 ص تربيع قسمة 2 فيها ص تربيع، زائد 10 ص قسمة 2 5 ص، وسالب 12 قسمة 2 فيها سالب 6. نجيتوا هذا المقدار اللي هو ص تربيع زائد 5 س 5 ص ناقص 6. نحل طبعا بالمقص، هنا ص وهنا ص، الستة يتحلل إلى عاملين حيكون حاصل ضربا سالب 6 ومجموعا اللي هو 5 ص. طبعا هنا حيكون 6 و 1 حاصل ضربا سالب 6، والكبير حياخذ إشارة الحد الأوسط والثاني إشارة مخالفة، حيقط ص سالب 1 سالب ص وص في موجب 6 موجب 6 ص مع بعضهن حاصل جمح موجب 5 ص اللي هو الحد الأوسط. إذن حيكون الناتج 2، هذا خذينا كعام مشترك، وتحليله حق ص زائد 6 وص ناقص 1. حل المئاتي المثال 3، 2 س تربيع زائد 5 س زائد 2. طبعا هنا نشوف المقدار مرتب ترتيب تنازلي اللي هو 2 س تربيع زائد 5 س زائد 2، هل في عام مشترك؟ طبعا ما فيش عامل مشترك. هنجي نحلل بالمقص، طريقة المقص 2 س وهنا س، طبعا 2 س في س حيساوي 2 س تربيع، عندي 2 هنا 2 او هنا حق 2 س في س هو 2 س تربيع، و2 بتحلل الى عاملين 2 و1، هنا 2 و1. بما ان قلنا الاخير اشارته موجب، بما ان الاخير اشارته موجب فحيكون حاصل ضرب الطرفين في وسطين يساوي الحد الاوسط. طبعا هنا لو قلنا 2 س هنا موجب، هنا موجب 2 س في 1 موجب 2 س، و س في زائد 2 بزائد 2 س مجموعا حيساوي 4 س. هل هذا هو الحد الاوسط؟ طبعا ما هوش الحد الاوسط، فالمحاوله حتكون هنا المحاوله خاطئه. فنجي المحاولة الثانية، نججل هنا 1 وهنا 2، 2 س في 2 في 2 حيساوي موجب 4 س، وسين في سالب في موجب 1 موجب س مجموع حيساوي موجب 5 س، وهذا هو اللي ساوى الحد الأوسط. إذا تحليل 2 س تربيع زائد 5 س زائد 2 حيكون 2 س زائد 1 وس زائد 2. نجي المثال الثاني، 3 س تربيع زائد 10 س زائد 3. طبعا هنا المقدار مرتب ترتيب تنازلي، الأخير إشارته موجب، الأخير إشارته موجب فيأخذ قوسين، إشارة القوسين هنا 2 إشارة الحد الأوسط. لو حللته بالمقص هنا عندي 3 س فالتحلل 3 س وسين، والثلاثة عندي هنا 3 و1، عندي 3 س وسين وهنا لو قلت 3 و1 درنا أول محاولة. بما أن الأخير إشارته موجب فهنا 2 يأخذ إشارة الحد الأوسط، هنا زائد وهنا زائد حيكون 3 س في 3 في زائد 3 موجب 9 س، وس في زائد 1 بزائد س حيكون مجموعا موجب 10 س. إذن حيكون تحليل 3 س تربيع زائد 10 س زائد 3 حيكون 3 س زائد 1 وس زائد 3. المثال الثالث، 5 لام تربيع زائد 8 لام ناقص 4. نفس الفكرة بطريقة المقص، هنا 5 لام تربيع اللي هي 5 5 لام تربيع فتحلل إلى 5 لام ولام مع بعض 5 لام تربيع. الأربعة ممكن عندي هنا محاولتين، يا أما 2 في 2 أو 4 في 1. عندي هنا 5 ولام، لو قلنا هنا 2 و 2 بما أن الأخير سالب، بما أن الأخير إشارة سالب حيكون حاصل ضرب الأكبر هو إشارة الحد الأوسط والآخر إشارة مغاير.
خمسة لام في موجب اثنين بموجب عشرة لام، ولام في سالب اثنين بسالب اثنين لام، حاصل جمعهن إشارة الأكبر ونطرح الكبير من الصغير موجب ثمانية لام، وهذه هي إشارة الحد الأوسط. حيكون تحليل خمسة لام تربيع زائد ثمانية لام ناقص أربعة حيساوي خمسة لام ناقص اثنين ولام زائد اثنين. المثال الرابع ثلاثة ميم تربيع زائد تسعة ميم ناقص ثلاثين. أول حاجة قلنا نرتب المقدار ترتيب تنازلي أو تصاعدي. الخط اللي بعده لو كان فيه عامل مشترك نخرج العامل المشترك. عندي هنا بين الثلاثة والتسعة والثلاثين كعامل مشترك اللي هو هناخذ العامل المشترك اللي هو ثلاثة، خرجناه كعامل مشترك وقسمنا كل حد على العامل المشترك. ثلاثة ميم تربيع قسمة ثلاثة فيها ميم تربيع زائد تسعة ميم قسمة ثلاثة ثلاثة ميم وسالب ثلاثة قسمة ثلاثة سالب عشرة. نجي طبعا هنا بما أن إشارة الحد الأخير سالب، بما أن إشارة الحد الأخير سالب حيتكون لي قوسين بإشارتين مختلفات، الأكبر أو الحد الأكبر حياخذ إشارة الحد الأوسط. نستخدم هنا عملية المقص. هنا عندي ميم هنا ميم، هنا عددين حاصل ضرب العشرة، عددين حاصل ضرب العشرة ومجموعهن اللي هو موجب ثلاثة. عندي هنا موجب خمسة أو خمسة واثنين، هذه المحاولة قلنا الأخير هذه سالب، الكبير حياخذ إشارة الحد الأوسط والآخر إشارة مغايرة اللي هو حيجد ميم في موجب خمسة موجب خمسة ميم وميم في سالب اثنين بسالب اثنين ميم مع بعض حذان إشارة أكبر، خمسة ناقص اثنين فيها ثلاثة ميم وهي حد الأوسط. إذن حيكون تحليلها ميم زائد خمسة ثلاثة طبعا هذا عام مشترك، ميم زائد خمسة وميم سالب اثنين. تو حناخذ تحليل المقدار الثلاثي المربع الكامل. المثال الأول قال لي أوجد مفكوك سين ناقص خمسة لكل تربيع. طبعا هنا سين خمسة، سين ناقص خمسة لكل تربيع معناها راو سين ناقص خمسة مضروب في سين ناقص خمسة. بعدين نوجد المفكوك متاعه اللي هو الأول في الأول زي ما خلينا في الدروس السابقة اللي هو إيجاد المفكوك، الأول في الأول ثم الأول في الثاني والثاني في الأول والثاني في الثاني. لو قلنا سين في سين الأول في الأول سين في سين بسين تربيع، والسين في سالب خمسة بسالب خمسة حيكون سالب خمسة سين، وخمسة سالب خمسة في سين حيكون سالب خمسة سين، وسالب في سالب بموجب وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين. تو ندمج الحدود المتشابهة، سين تربيع ما فيش حاجة نجمعها معها تنزل سين تربيع، وعندي سالب خمسة سين وسالب خمسة سين مع بعضهن سالب عشرة سين وزائد خمسة وعشرين حتنزل كيف ما هي. مثال اثنين قال لي حلل المقدار الآتي، سين تربيع ناقص عشرين سين زائد مية. طبعا هنا تحليلها ممكن نحلها بالقانون هذا أو بالفكرة هذه. عندي هنا ايش قال؟ سين تربيع ناقص عشرين سين زائد مية. فتحليل هنا حناخذ جذر الأول وإشارة الحد الأوسط وناخذ جذر الأخير. ممكن نرفع القوة اثنين ونرفع القوة اثنين. أو نحل تحليل عادي اللي هو عندي سين تربيع ناقص عشرين سين زائد مية. عندي سين تربيع هيتحلل إلى عدد سين وسين. المية هنا تحلل إلى عاملين حاصل ضربهن مية ومجموعها الحد الأوسط. عندي عشرة وعشرة حيكون سين ناقص عشرة وسين ناقص عشرة. أو ممكن نقول سين ناقص عشرة ونرفع للقوة اثنين. نرفع للقوة اثنين. عندي المثال الثاني تسعة صاد تربيع زائد اثنان صاد زائد أربعة. طبعا هنا المقدار مرتب ترتيب تنازلي. لو كان في عامل مشترك ممكن نخرج، هنا ما فيش عامل مشترك. عندي الأول
يكون هذا مربع اللي هو 9 صار تربيع والاخير مربع. بنفس الفكره هناخذ جذر الاول 9 صاد تربيع اللي هو جذره 3 صاد، والاخير جذر الاخير 4 جذره 2، وناخذ اشاره الحد الاوسط ونرفع للقوى 2. ملاحظات: عند ايجاد مفكوك المربعات الكامله نحصل على مقدار ثلاثي مربع كامل. كيف مربع كامل؟ يعني الاول مربع والثاني مربع، اشارته حتكون اشاره الحد الاوسط ونرفع للقوى 2. يقال للمقدار المربع كامل اذا توافرت الشروط الاتيه: ان يكون الحد الاول مربعا كاملا واشارته موجبه. ان يكون الحد الاول مربع كامل واشارته موجبه. ب: ان يكون الحد الاخير حتى هو نفس الشيء مربع كامل واشارته موجبه. ج: ويكون الحد الاوسط اللي هو زائد او ناقص 2 مضروب في جذر الاول مضروب في جذر الثاني. تمرين هنا قال لي حل الاتي: ح تربيع ناقص 4 ح س زائد 4 س تربيع. طبعا مش شرط المربع هذا طبعا مربع كامل، كيف عرفناه؟ لان الاول حيكون مربع والاخير مربع، والاول موجب والاخير موجب. حيتحلل هذا تحليله، قلنا حناخذ جذر الاول ح وناخذ جذر الاخير اللي هو 2 س 4 س تربيع اللي هو جذر 2 س، وناخذ اشاره الحد الاوسط ونرفع للقوى 2. لو جينا للمثال الثاني: س تربيع ناقص 6 س ص زائد 9 ص، نفس الشيء قلنا تحليله حناخذ القوس س تربيع اللي هو جذر بتاعها اللي هو س، وعندي الحد الاخير 9 ص تربيع اللي هو جذره 3 ص، وناخذ اشاره الحد الاوسط اللي هي السالب ونرفع للقوى 2. بنفس الفكره المثال الثالث: 25 لام تربيع زائد 20 لام زائد 4، حناخذ قوس جذر 25 لام تربيع جذره 5 لام، وجذر 4 2، وناخذ اشاره الحد الاوسط ونرفع للقوى 2. تو حناخذ التحليل الفرق بين مربعين. تحليل الفرق بين المربعين، مقدمة: عند تحليل الفرق بين المربعين نتبع الآتي. رقم واحد: تأكد من أي مقدار تحليله مكون من حدين وكل منهما مربع والإشارة بينهما سالب. يعني هنا كيف نعرف أن هذا مربع فرق بين مربعين؟ يعني الأول حيكون هو يتكون من حدين، الأول مربع والثاني مربع والإشارة لازم بينتهم إشارة سالبة. رقم اثنين: تأكد من أن المقدار لا يوجد عامل مشترك، وإن وجد نخرجه، يجب إخراجه. ثلاثة: القاعدة عندي هنا اللي هو ألف تربيع ناقص باء تربيع، كنا الأول مربع والثاني مربع والإشارة لازم تكون سالبة. كيفية التحليل متاعها؟ حناخذ جذر الأول وجذر الثاني ومرة في قوسين، مرة نديرها بالموجب ومرة نديرها بالسالب. عندي مثال هنا: حل المياتي ألف تربيع ناقص 49، قلنا حناخذ عندي قوسين، واحد اشارته موجب واحد سالب، جذر الالف تربيع هو الف وانا الف، 49 جذرها 7 وانا 7. 2 لام او هنا رقم 2: 16 ناقص دال تربيع، 16 ناقص دال تربيع حيتحلل الى قوسين، واحد موجب واحد سالب، حناخذ جذر الاول وناخذ جذر الثاني ونديرها في القوسين. 16 جذرها 4 والدال تربيع جذرها دال. نفس الشيء هنا: 4 ناقص دال، 4 زائد دال و4 ناقص دال. المثال الثالث: 2 لام تربيع ناقص 32، هنا طبعا عندي عامل مشترك لازم نخرجه الاول. العامل المشترك اللي هو 2، حنطلعها برا 2 ونقسم 2 لام، نقسم الحد الاول 2 لام تربيع على 2 فيها لام تربيع، ونقسم 32 على 2 يطلع فيها كم؟ 16. حيطلع لي هذا فرق بين مربعين، يعني الاول مربع والثاني مربع والاشاره حتكون سالبه. التحليل بتاعها: 2 طبعا خارج هذا عامل مشترك، نفتح قوسين كب عضل، واحد موجب ندير اشارته واحد سالب، ناخذ جذر الاول وناخذ جذر الثاني. جذر لام تربيع لام وجذر 16 4 حيكون 2 مضروبه في لام زائد 4 ومضروبه في لام زائد 4.
عندي مثال الرابع سينوس 4 ناقص 81. طبعا هنحل هذا الفرق بين المربعين. السينوس 4 تحليله طبعا قوسين دي القوسين، واحد موجب واحد سالب. سينوس 4 جذر متاعها هو سين تربيع، وال81 جذرها 9. حق سين تربيع زائد 9 وسين تربيع ناقص 9. الخطوه اللي بعدها حيتحلل تحليل ثاني. طبعا سين زائد 9 هذا مجموع طبعا ما يتحللش، اما سين تربيع ناقص 9 فهيكون هذا فرق بين مربعين، حيتحلل مره ثانيه، حيكون قوسين يعطيني واحد موجب واحد سالب، سين تربيع جذرها سين و9 جذرها 3. حق سين زائد 3 وسين ناقص 3. مثال اثنين حل الآتي: سين تربيع على 25 ناقص صاد تربيع على 16. هنا طبعا قلنا حتحلل إلى قوسين كبعض، واحد سالب واحد موجب. حناخذ جذر الأول هو سين تربيع جذر سين و25 جذر 5، وجذر الصاد تربيع صاد، وجذر 16 4. حاجة سين على 5 ناقص صاد على 4، القوس الثاني سين على 5 وزيد صاد على 4. عندي المثال الثاني عن تربيع ناقص ربع او ناقص 1 على 4، بنفس الفكره حندير قوسين كبعض، واحد بالسالب واحد بالموجب. ناخذ جذر العين تربيع اللي هو عين، هنا عين وهنا عين، وجذر الربع اللي هو نص، وهنا حيكون نص. هنا المثال الثالث قال لي من دون استخدام الآلة الحاسبة استخدم التحليل واوجد قيمة 88 تربيع ناقص 12 تربيع. طبعا هذا بدون ما نستخدم الآلة الحاسبة، حنحل المقادير هذينا عن طريق التحليل. طبعا هنا عندي 88 ناقص 12، طبعا نفس الفكرة قوسين ندير، واحد موجب واحد سالب. جذر 88 اللي هو كم تربيع؟ طبعا جذر 88 تربيع اللي هو جذر 88، وجذر 12 تربيع اللي هو جذر 12. حق 88 زائد 12 و 88 ناقص 12. 88 زائد 12 يطلع فيها يساوي فيها 100، و 88 ناقص 12 حيساوي فيها 76، حيكون حاصل الضرب 100 في 76 7600. المثال الثاني هنا 6.54% الكل تربيع ناقص 3.46% الكل تربيع. بنفس الفكرة حندير قوسين كبعض، واحد موجب واحد سالب، مرة نجمعهن ومرة نطرحهن. حق 6.54% زائد 3.46%، القوس الثاني 6.54% زائد 3.46%. أعزائي الطلبة، نكون اليوم أكملنا الباب الثاني من الصف التاسع، أو الباب الثاني في مادة رياضيات الصف التاسع من التعليم الأساسي.